مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم نزول دم بعد الدوفاستون، هل هو دورة شهرية أم تخصيب للبويضة؟ تتساءل الكثير من السيدات من نزل عليها دم بعد الدوفاستون وأصبحت حامل. يحتوي دواء الدوفاستون على هرمون البروجستيرون والذي يساعد على نزول الدورة الشهرية ويعزز انتظامها في مواعيدها المحددة. تلجأ العديد من السيدات إلى استخدام دواء الدوفاستون حيث يساعد على الحمل في حالات تأخر الإنجاب والوقاية من الولادة المبكرة ومنع الحامل من الإجهاض المتكرر، حيث نؤكد أن نقص هرمون البروجستيرون أحد أسباب الدورة الشهرية الغير المنتظمة وتأخر الإنجاب، وبالتالي فتناول هذا الدواء ينظمها ويحمي من تأخر الحمل. بالرغم من فوائده أثناء الحمل إلا أنه يسبب مخاطر صحية في حال تناوله دون موافقة طبية. لا يصلح دواء الدوفاستون لكل امرأة بل لحالات معينة وخاصة فقط، الأمر الذي يجعله من الضروري تناوله تحت إشراف طبي. هناك نساء تعاني من تأخر الحمل والإنجاب حتى قام الطبيب بوصف دواء الدوفاستون. في البداية ساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ثم بعدها حدث الحمل. أخبرتنا سيدة أنها عانت بعد دواء الدوفاستون من الدورة الشهرية القصيرة ولمدة يومان، ثم قامت بإجراء اختبار الحمل وتأكدت منه، وعند زيارة الطبيب أخبرها أن هذا النزيف لم يكن نزيف الدورة الشهرية بل هو نزيف غراس البويضة في جدار الرحم، وطلب منها الاستمرار في تناول الدوفاستون لتثبيت الحمل حتى الشهر الثالث. وسيدة أخرى قالت أنها تستخدم دواء الدوفاستون لعلاج مشكلة تأخر الإنجاب وأنها حتى الآن لم تصبح حامل. أخبرها الطبيب أنه يجب تنظيم الدورة الشهرية، وبفضل الله دورتها الشهرية منتظمة الآن ومستمرة في تناول الدواء بموافقة من الطبيب، وأضافت أنها تتابع كل أسبوع، خاصة أن الطبيب أخبرها أن معدل الخصوبة أصبح جيد وأنها سوف تصبح حامل قريبا.